بعد تصفية الرأس النووي لإيران، معلومات عن اختراق عميق بعشرات العملاء، وطهران ترد لم يخترقنا سوى جيش من الروبوتات. مصر وقبرص واليونان وفرنسا والإمارات في مناورات غير مسبوقة، شرق المتوسط والشرق الأوسط معا في مواجهة تركيا. بعد سنة على انطلاق جائحة القرن، الصين تريد إعادة كتابة التاريخ، كورونا لم يبدأ في ووهان. وفي العربية الليلة عنوانان آخران. في ملف كورونا أيضا، المناعة من الفيروس قد تكون أيضا هدية من الوالدة إلى مولودها، ولدينا الدليل في سنغافورة. ومارادونا يثير الجدل في موته كما في حياته، طبيبه متهم بالقتل غير المتعمد. إذن معلومات مفصلة حول اغتيال محسن فخريزادة، المصدر المعارضة الإيرانية نقلاً عن معلومات مسربة من الحرس الثوري. العملية بدأ التخطيط لها منذ زمن باختراق دقيق للاستخبارات الإيرانية. في ذات الأثناء وبحسب المصادر، كان فريق الاغتيال الميداني يخضع لدورات تدريب خارج إيران. هنا تم اختيار 62 عنصراً لتنفيذ العملية، 12 منهم شاركوا ميدانياً في تنفيذ الاغتيال، وحددت كذلك المركبات التي ستستخدم في هذه العملية. هي سيارة هيونداي من نوع سانتافي وسيارة نيسان وأربع دراجات نارية. تم اختيار التوقيت بعد رصد موعد لمسيرة موكب حماية فخريزادة، كان في طريق إلى الفيلا الخاصة به في المدينة قرب طهران، وقبل نصف ساعة فقط من وصول الموكب للموقع المحدد قطع فريق الاغتيال كهرباء تماماً عن هذه المنطقة. كانت المركبات المحددة بما فيها سيارة نيسان كانت مفخخة، بالإضافة إلى قناصة. هؤلاء القناصة كانوا بانتظار مرور الموكب على مدخل المدينة. الموكب ضم ثلاث سيارات مضادة للرصاص. انتظر فريق الاغتيال مرور السيارة الأولى من دوار مدخل المدينة حتى فتح النار على السيارة الثانية التي كان فخريزادة موجوداً داخلها. تم تفجير السيارة المفخخة، ما أدى إلى تفجير سيارة الحماية الثالثة في الخلف. بعد ذلك توجه 12 عنصرا من فريق الاغتيال، توجهوا باتجاه سيارة فخريزادة وسيارة الحماية الأولى. وفقا للتسريبات، فإن قائد الاغتيال أخرجه من السيارة، أطلق عليه رصاص ليتأكد من مقتله. غادر الفريق كامله الموقع واختفى. كل حال، النظام الإيراني كشف اليوم عن روايته وكيف اخترق لهذه الدرجة. قال لم يخترقنا سوى روبوتات. هذه النقطة سنناقشها في الساعة الثانية من العربية الليلة. الآن إلى مراسلي العربية من القدس زياد حلبي ومن واشنطن منى الشقاقي، مرحبا بكما معنا في العربية الليلة. زياد، أبدأ معك، ما هي السيناريوهات التي تتوقعها إسرائيل بالنسبة لرد إيران أولا؟
بالقياس على التجربة الماضية نادين، إيران في العادة لجأت إما إلى رد محدود جدا بشكل رمزي أو أنها لم ترد، ولكن ذلك لا يعني الكثير في القراءة الإسرائيلية. فرضية العمل الإسرائيلية أيا كان سواء سيكون رد أم لا هو أن الرد قادم من الإيرانيين. هناك أكثر من سيناريو يعالج في إسرائيل، بدءا بإطلاق صواريخ من جغرافيا قريبة مثل لبنان وسوريا، وإن كان ذلك ربما مستبعدا أكثر، أو من جغرافيا بعيدة من اليمن، من غرب العراق، أو حتى من جنوب إيران، يمكن أن تطلق صواريخ باليستية تصل إلى إسرائيل، أو اغتيال شخصيات أمنية وسياسية إسرائيلية حالية أو سابقة، أو إطلاق صواريخ على مواقع استراتيجية في إسرائيل، أو حتى المساس أو ضرب سفارات إسرائيلية، أو محاولة قتل الإسرائيليين حول العالم. قبل قليل فقط أصدرت هيئة مكافحة الإرهاب أو محاربة الإرهاب بالأدق في مكتب نتنياهو تحذيرا للإسرائيليين في قضية الذهاب إلى الإمارات والبحرين في هذه المرحلة بسبب التخوف من وجود إيرانيين هناك. نعم زياد، انطلاقا من السيناريوهات المتوقعة، هل من تأهب عسكري ملحوظ سواء على الجبهة الشمالية لإسرائيل أو الجنوبية أيضا؟ قطعا نعم، هناك تأهب. طبعا إسرائيل لم تعلن بأنها غيرت درجة التأهب، وهذا أمر مفهوم كي لا تعترف جزئيا بأنها فعلت ذلك، أي أنها اغتالت العالم الإيراني، لكن في المعلومات بدون أدنى شك بأن هناك استنفارا عسكريا في الجولان المحتل على الحدود مع لبنان وفي المنطقة الجنوبية. اليوم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي كان في زيارة للمعسكرات في الجولان المحتل، واختار أن يطلق تهديدات للتموضع الإيراني في سوريا ولتهديدات أخرى قد تأتي، قال بدون أن يفصل، وهذا أيضا مفهوم، لا يريدون التصريح في اتجاه إيران والاغتيال تحديدا، يتجنبون ذلك عمليا بشكل علني، أقصد المسؤولين الأمنيين كما السياسيين في إسرائيل. زياد، ما حقيقة ما يتم تداوله عن تصريح لمسؤول إسرائيلي بأنه يجب على العالم أن يشكر إسرائيل على اغتيال فخري زادة؟ هل من معلومات؟ أنا كما توقعت منذ اللحظة الأولى بأن إسرائيل ستخاطب العالم من خلال الصحافة الأمريكية تحديدا، كما درجت في هذا الموضوع فيما يتعلق بعمليات الموساد، وهذا ما جاء بالفعل. هذا طبعا كان تصريح للواشنطن بوست عن نقلا عن مسؤول إسرائيلي بأن على العالم أن يشكر إسرائيل على هذا الاغتيال، لأنه عمليا قد يشكل ضربة نوعية للإيرانيين بجهة البرنامج النووي العسكري في إيران، وإن كانت إسرائيل حقيقة تقر بأن ذلك قد يعرقل ويعيق، ولكنه لا يمكن أن يوقف لأن المعرفة موجودة لدى الإيرانيين. على كل حال يبقى الصمت الإسرائيلي الرسمي هو سيد الموقف والأمريكي أيضا. قبل أن نذهب إليك منى، تتولى ردود الأفعال سياسية مدنية داخل إيران فبعد اغتيال مهندس البرنامج النووي العسكري محسن فخري زادة، وبين التوعد بالرد على الاغتيال وقرار البرلمان برفع تخصيب اليورانيوم حتى نسبة 20%، ما زالت ردود أفعال نظام إيراني تتزايد. من تبعات هذه العملية، ما المتداول اليوم أمريكيا حول ما يقال عن تهديد لشل جهود بايدن في إحياء الاتفاق النووي الإيراني حتى قبل من أن يبدأ دبلوماسيته مع طهران؟
نعم نادين، حقيقة أحد المسؤولين الأمريكيين السابقين تحدث مع الإعلام الأمريكي يقول الهدف لم يكن هو ربما عرقلة البرنامج النووي الإيراني بقدر ما هدف هذا الاغتيال هو عرقلة الدبلوماسية الأمريكية المستقبلية. هذا بشكل عام هو وجهة نظر العاملين في مجال السياسة الخارجية الذين يميلون إلى الديمقراطيين. وربما من المثير للاهتمام نادين ردة فعل من جون برينن الذي كان مدير CIA وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية تحت إدارة أوباما ما بين عام 2013 و2017، الذي قال في تغريدات على تويتر بأن هذا الاغتيال هو عمل إرهابي وإجرامي منافي للأعراف الدولية، وأنه عمل كما قال هو يعني طائش واستفزازي. هو قال بأن على الإيرانيين ألا يقوموا بالرد وأن ينتظروا للمسؤولين الأمريكيين أو للسياسة الخارجية الأمريكية المسؤولة أن تأتي. هذا الأمر طبعا أدى إلى ردود فعل من قبل الكثير من الجمهوريين، وأحد أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين تيد كروز قام بالرد على جون برينن، طبعا يتنافى مع هذا رده، يعني كان ضد هذا الموقف من قبل جون برينن. جون بولتون المستشار الأمن القومي السابق للرئيس ترامب وهو معروف بأنه من صقور السياسة الخارجية قال بأن هذا الاغتيال كان مبررا، وبالتالي هذه بشكل عام هي ردود الفعل في الولايات المتحدة خلال اليومين. طيب منى، في أي رد فعل رسمي من قبل الفريق الانتقالي مثلا لبايدن؟ لغاية الآن ليس هناك رد ولا نتوقع ذلك. بشكل عام عندما تكون هناك فترة انتقالية لا يقوم الفريق الانتقالي بالتعليق على مثل هذه الأحداث، خاصة أنها أحداث تتعلق ليس بالسياسة الداخلية بل بالسياسة الخارجية، وهناك نوع من الاحترام للرئيس والإدارة الحالية. فبالتالي ردود الفعل التي نسمعها هي فقط عبارة عن ردود فعل من مقربين إلى بايدن مثل جون برينن، وليس من أشخاص سيكونوا مسؤولين في الإدارة المقبلة أو من الرئيس أو نائبة الرئيس نفسها. منى شقاقي من واشنطن، شكرا جزيلا لك، ونشكر أيضا زياد حلبي من القدس، شكرا لكما. وقبل اغتيال فخري زاد الذي تحدثت عنه إسرائيل مرارا، ثلاث عمليات بارزة أخرى أظهرت اختراق نظام إيران على الأرجح من إسرائيل. الحدث الأول وهو بغاية الغرابة في 31 من يناير من عام 2018، دخل عملاء إسرائيليون إلى مخزن في حي صناعي قرب العاصمة الإيرانية، هناك يخبئ نظام أرشيف البرنامج النووي بأسره. العملاء دخلوا مع محارق تصل حرارة نيرانها إلى 3600 درجة فهرنهايت، ما يكفي لفتح كل الخزنات، وفي ظرف ساعات فقط تم إخراج نصف طن من المستندات الورقية والرقمية. في يوليو الماضي انفجر جهاز للطرد المركزي في منشأة ناتانز الأكثر تحصيلا في إيران، وأحدث هذا الانفجار حريقا بعد الحادث. أقرت إيران بأن الحادث تخريبي سرعان ما تبين ضلوع إسرائيل. اليوم معلومات تجزم بأن مفجرين طنز هم قتلة فخري زادة. وفي أغسطس قتل الرجل الثاني في القاعدة أبو محمد المصري في طهران مع ابنته وهي أرملة أحد أبناء مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن. الابن أيضا قتل قبل مدة.
هي حرب من غير أسلحة ولا تحمل في مضمونها المعنى التقليدي للمعارك. بمعنى آخر هي حرب من دون حرب تدور في الفلك الإيراني. أمام الحرب المتصاعدة من دون حرب، إيران تلجأ إلى التصعيد النووي وتحول أزمتها مع أمريكا وإسرائيل إلى أزمة أممية. الدول المشاركة بالاتفاق وحتى من دول المنطقة يمارسون ضغوطاً على إيران للحد من أنشطتها المزعزعة. أيضاً تتعرض إيران لهجمات سبرانية مجهولة، فقد تعرضت عدد من الهيئات الحكومية لهجمات إلكترونية بما فيها الموانئ البحرية المستخدمة من قبل الحرس الثوري، كانت تعرضت في عمليات تهريب والتفاف على العقوبات. إيران شهدت كذلك سلسلة تفجيرات وحرائق متتالية وأحياناً متزامنة استهدفت محطات كهربائية، منشأة عسكرية ونووية. تقارير إعلامية لمحت أيضاً إلى احتمال وقوف جهات خارجية وراءها، لكن إسرائيل أقرت بشكل غير مباشر أنها تقف خلفها. وإن صدق الاحتمال فلا بد من وجود معاونين في الداخل، بمعنى أن الأنظمة الاستخباراتية الإيرانية مخترقة. الآن نرحب بضيفنا من مدينة حيفا دكتور عنان وهبي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة حيفا. دكتور عنان، مرحبا بكم معنا في العربية الليلة. هل نحن اليوم أمام استهداف الوقت القاتل؟ يعني إسرائيل لن تعترف ولن تتبنى بمعنى أو بآخر أي عملية. هل اليوم نحن بصدد تغيير الملف النووي بشكل يستعصي الرد؟ نعم، مساء الخير. طبعا إسرائيل معروفة من ناحية سياستها في هذا الصدد المعلنة. يعني إسرائيل صرحت أكثر من مرة بأنها أولا لن تسمح طبعا بالمد الإيراني العسكري نحو المنطقة القريبة منها استراتيجيا وتهديدها، خاصة عندما يكون ذلك مرفق بالتصريحات. وحسب منظومة الأمن القومي الإسرائيلي، لا تستطيع إسرائيل أن تعيش وأن تبني سياستها الإقليمية تحت تهديد خطر وجودي. وعلى وجه الخصوص يعني قنبلة أو سلاح دمار شامل يهددها من قبل دولة مناوئة وعدوة. وإسرائيل كانت قد ساهمت الكثير استخباراتيا وعسكريا طبعا في كثير من الأماكن، وهي لا تعول على التصريحات الإيرانية من جهتها، وهي تقوم بكل ما بوسعها من أجل إيقاف وإرجاء كل ما يتعلق بالمشروع النووي الإيراني. دكتور عنان، هل يمكن الربط اليوم بين اغتيال فخري زادة والوثائق السرية الإيرانية التي حصلت عليها إسرائيل عام 2018؟ لأنه نتنياهو خرج وقتها وقال تذكروا هذا الاسم جيدا، خصوصا مع الكشف عن خطط إيرانية لتصنيع رؤوس نووية. نعم، أولا كل هذه العمليات، خاصة العمليات الدقيقة التي تكون مبنية على قدرات خاصة، هي ترتكز في بداية الأمر وفي نهايته على معلومات دقيقة. وإسرائيل معروفة يعني بالإضافة إلى طبعا الوجود الأمريكي في الشرق الأوسط بقدرات وتقنيات استخبارية هائلة جدا، ورأينا بشكل واضح بأن إيران مخترقة استخباراتيا أمنيا كذلك في الميدان. ونعم، هنالك ربط كبير جدا ما بين تلك المعلومات التي صرحت إسرائيل بأنها حصلت عليها وكان اعتراف إيراني بهذا الاختراق كذلك، وما بين هذه العمليات الآن. هنالك قضية معلوماتية، ولكن من هي الجهة وبأي طريقة وكيف تم برمجة وثم تنفيذ هذه العملية، هذه الأمور لا نعرفها بدقة. لكن دكتور عنان، هناك بعض ردود الفعل الحذرة والقلقة هذه المرة على مستوى العالم. بريطانيا مثلا، عبر وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب عن قلق بلاده إزاء الوضع في إيران بعد اغتيال العالم النووي محسن فخري زادة. أشار راب في مقابلة مع سكاي نيوز إلى لندن تنتظر معرفة الحقائق الكاملة حول اغتيال العالم النووي. نستمع له ومن ثم أعود إليك دكتور عنان. نحن قلقون بشأن الوضع في إيران ومحيطها، نريد أن نرى انحسارا في التوترات، ومن الواضح أننا نريد حلحلة الملف النووي أيضا على وجه الخصوص. التقيت بزملائي من فرنسا وألمانيا في برلين لبحث التعاون حول استمرار عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. نريد أن نرى الحقائق الكاملة لما يحدث في إيران، لكنني أود أن أقول أيضا أننا ملتزمون بقواعد القانون الدولي الإنساني، وهي واضحة جدا وضد استهداف المدنيين. أعود إليك دكتور عنان، أمام هذا القلق والحذر من قبل بعض ردود الفعل، لماذا برأيك تروج إيران وعلى لسان رئيسها
كما تسميه فخ إسرائيلي، بمعنى بأنه إيران وقعت في الفخ الإسرائيلي وكأن إسرائيل هي التي تريد جر إيران إلى الحرب. ما رأيك؟ نعم، طبعا استغلال هذه الفترة الانتقالية، انتهاء مدة للرئيس الحالي ودخول طبعا إدارة أمريكية جديدة، هذه فترة خطيرة جدا، خاصة مع نهاية السنة عندما يكون العالم المسيحي يدخل الآن في فترة عيد الميلاد، وهذه خطيرة جدا، قد تكون جر من قبل ترامب الذي يريد أن ينزل من منصة التاريخ، وهو ينفذ آخر ما تمناه وإزالة الخطر على منطقة الشرق الأوسط، وبرأيه وحسب فكره على المصالح الأمريكية الاستراتيجية هنا في طب الشرق. ألن يفجر هذا الخطر خطرا أكبر برأيك هذه المرة؟ نعم، قد يأتي ذلك الأمر إلى خطر أكبر، وإيران هي ستدفع ثمن كبير جدا في مثل هذه الحالة، وهي تعي ذلك. إيران لا تريد أن تقع في على ما يبدو حسب تصريحاتها في الفخ الإيراني، يعني اختيار ميناء حيفا كهدف هذا لا يعني لا يأتي في طيته برسالة بأن هنالك عملية عسكرية جدية ستكون، وإنما جزء من معادلة وبداية مفاوضات والرسائل الموجهة إلى أمريكا في هذا الصدد. شكرا جزيلا لك من حيفا دكتور عنان وهبي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة حيفا. والعربية الليلة مستمرة معكم، وفيها حاملة الطائرات الأمريكية نيمتس من الأكبر والأقوى في العالم، ها هي أمريكا تعيدها إلى منطقة الخليج بعد تصاعد التوتر مع إيران وعلى وقع انسحاب متسارع من المنطقة وفي ظل تغير في هوية ساكن البيت الأبيض، كل ذلك بالواقع المعزز في وقت لاحق. من العربية الليلة ابقوا معنا. أعلنت قبرص عن مشاركتها مع عدد من الدول العربية والأجنبية في مناورات عسكرية للفترة في 30 من نوفمبر الجاري وحتى 6 ديسمبر. قالت وزارة الدفاع القبرصية، قالت إن المناورات العسكرية التي تعد الأولى من نوعها في المنطقة ستشارك فيها كل من فرنسا، اليونان ومصر والإمارات، بالإضافة إلى قبرص، لتعزيز التعاون الدفاعي والتعاون العملياتي مع الشركاء، وستشمل التمارين تدريبات عسكرية مشتركة في الطيران والبحرية. وينضم إلينا من أثينا أندرياس موتزاريلياس الباحث في الشؤون الاستراتيجية. مرحبا بكم معنا سيد موتزاريلياس. اتفاقيات يونانية مصرية، اتفاقيات يونانية إماراتية، تحالف من الخليج إلى المتوسط، كله في طرف مرتبط بالتوسع التركي اليوم في المنطقة، فما رسالة هذا التمرين لتركيا؟ Hello, good evening from Greece. أسعد الله أوقاتكم من اليونان. إن هذا التمرين سوف يجرى في شرقية المتوسط مع أطراف يسعون لتحقيق المصالح الدبلوماسية بمشاركة مصر وفرنسا ودولة الإمارات العربية المتحدة. إن الدول المشاركة سوف تشكل قوة رادعة في منطقة الشرق المتوسط، وهذه التمارين العسكرية سوف تتم في ألكسندريا الكبرى، وهذه سوف تبعث برسالة إلى تركيا من أجل عدم منعها من قدرة الوصول وإقامة التجاوزات في منطقة الشرق المتوسط. وللعلم فرنسا سوف تشارك للمرة الأولى في هذه التمارين العسكرية الدولية في عملية ميدوزا 10. أعتقد أن تركيا كانت قد أظهرت مدى عدائيتها في الآونة الأخيرة، وأن مشاركة دول مثل دولة الإمارات العربية المتحدة يوجه أيضا برسالة إلى قطر التي كانت تؤيد تركيا في المنطقة، لذا فوجود الإمارات ومصر سوف تبعث برسالة قوية إلى تركيا.
لكن سيد موتزاريليس، خرجت بعض التصريحات المهادنة نوعا ما مؤخرا من تركيا تتحدث بأن جزء لا يتجزأ من أوروبا. هل هذه المناورات تقرأ على أنه لا مصداقية من التصريحات التي تأتي بها تركيا؟ أعتقد أنه في هذه المرحلة لدينا ما تم إبرامه من اتفاق بين اليونان والإمارات العربية المتحدة في مجال التعزيز العمل الدفاعي. وأعتقد أن تركيا عليها أن تدرك بأن اليونان وأبو ظبي عملتا على إقامة تحالف قوي في منطقة المتوسط، ومن خلال مشاركة مصر وفرنسا وقبرص سوف يتم تعزيز وتوسيع نطاق هذا التحالف لوقف أطماع وأحلام تركيا في المنطقة. وكما قلت، قد تم توقيع اتفاقية دفاع مشتركة، ووفقا لمصادر موثوقة فإن هذان الطرفان ملتزمان بالمساهمة في الدفاع والحفاظ على أمن وسيادة وحماية المياه الأقليمية لليونان ودولة الإمارات العربية المتحدة قدر الإمكان. لذا هذه الاتفاقية تشدد على المقاصد التي حددها الأطراف الموقع عليها، ولكن أثينا وأبو ظبي سترسلان برسالة لتركيا مفادها التأكيد على أنه حتى مع نهاية الحرب العالمية الثانية فإن على تركيا أن تتقيد بقواعد حلف الناتو. إذن أشرت أكثر من مرة سيد موتزاريليس عن تحالف قوي شرق المتوسط وسيتم تعزيزه مستقبلا. اليوم هذا الترابط بين شرق المتوسط والشرق الأوسط ودول الشرق الأوسط أمام تهديد تركيا، إلى أي مدى هذه المقاربة يمكن أن تغير وتحدث معادلة سياسية استراتيجية جديدة في المنطقة؟ كما تعلمون أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد شريكة استراتيجية قوية لقبرص ولليونان، ونعمل على تعزيز القدرات، ولا سيما بأن هذا الأمر سوف يجعل تركيا تشعر بأنها باتت أكثر انعزالا في سياق مساعيها للهيمنة على منطقة الشرق المتوسط. لذا أعتقد أن هذا التحالف بين الدولتين في المستقبل سوف يستمر، وعلينا أن ندرك بعض الحقائق. وهي أن الصداقة اليونانية الفرنسية ليست حديثة العهد، وفي شهر مايو ومصر وفرنسا قاموا بإصدار بيان مشترك بشأن التدخل التركي في المتوسط، وكانت تركيا قد قامت بارتكاب تعديات وانتهاكات بحق هذه الدول. لذا فإن فرنسا وفرنسا واليونان والإمارات العربية المتحدة سوف يسعون لوقف الأعمال العدائية التركية في منطقة المتوسطة، وهذه الرسالة قوية وواضحة. أنا أشكركم جزيل الشكر من أثينا أندرياس موتزاريليس الباحث في الشؤون الاستراتيجية، شكرا لك. أعربت بعثة الأمم المتحدة للعراق عن إدانتها للعنف الذي رافق اقتحام ساحات الاحتجاجات في مناطق جنوبي البلاد. وعبرت البعثة في بيان عن أسفها لفقدان الأرواح ووقوع الإصابات بين المتظاهرين العراقيين، ودعت كل الأطراف إلى الهدوء، كما طالبت سلطات ببذل قصارى جهدها لحماية المتظاهرين السلميين وضمان محاسبة مرتكبي أعمال العنف. هذا وحذر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من السماح بخلق الفتن داخل محافظة ذي قار وإلحاق الأذى بالمتظاهرين السلميين. عليكم السلام.
التقيت بالشيوخ كنا في الناصر، التقيتنا في بغداد. اليوم الناصر هو في محل، وهناك محاولة لإشاعة فتنة فيها. فبعدناك ناس طيبين من ولدنا من أهلنا، السيد قاسم العرج مشهود بالوطنية، مشهود بالكفاءة، مشهود بالنزاهة، ومشهود بالعدالة، وكذلك فريق عبد الغني الحسني كابتن المحافظة العظيمة الكبيرة الطيبة بأهلها بالشيوخها بناسها، وهو ابن عشائر وشيخ من الشيوخ المحترمين وقائد وطني معروف ومشهود. اليوم الناصرية تمر بمحنة، أنا جبت الناصرية وقلت لكم شوفنا اقتراب تدبرون ما شفته بالناصرية حسبي قدري. جامع النور بالعراق بمئذنته الحدباء يعتبر رمزاً تاريخياً مهماً لمدينة الموصل، حيث بني قبل أكثر من 800 عام، وبعد سيطرة تنظيم داعش على المدينة ظهر زعيم التنظيم المتطرف أبو بكر البغدادي من على منبر في خطبة صلاة الجمعة، وبعد دحر التنظيم من المدينة قام بتفجيره وتحويله إلى أنقاض. بعد تحرير المدينة شرعت منظمة يونسكو في إعادة إعمار الجامع، حيث أطلقت مسابقة عالمية لإعادة تصميم المسجد ومئذنته الحدباء، الأمر الذي أثار جدلاً وسط سكان الموصل. أحمد الحمداني والتفاصيل. هذا هو جامع النور ومئذنته الحدباء قبل عام 2014، وهذا هو المنبر الذي خطب فيه البغدادي زعيم داعش، وهذا هو ما تبقى منه بعد أن دمره تنظيم داعش قبل طرده من المدينة. بعد التحرير شرعت منظمة اليونسكو بإعادة إعمار الجامع بتبرع من دولة الإمارات العربية المتحدة. بعد سنتين من هذا التاريخ لم يلمس سكان الموصل أي تقدم في الإعمار، بل إنهم صدموا بقرار اليونسكو مؤخراً بإطلاق مسابقة دولية لإعادة الإعمار، معتبرينه قراراً يساهم في هدر المال والوقت. وجينا بمسابقة جميع شروطها لا تنطبق على شروطها للموصل قاطبة، شروط عالمية كلها، فأهل مكة أدرى بشعابها. أنا لما يجي من الخارج وراح يستحدث لي مدرسة في الجامع، المفروض هاي المدرسة تتناسب مع الآثار روحية مدينة الموصل وروحية الجامع في العهد السابق قبل 850 سنة. سكان الموصل عبروا عن امتعاضهم للتأخير الحاصل في إعادة بناء جامع النوري ومئذنته الحدباء. المئذنة الحدباء التي بناها نور الدين زنكي والتي ظلت شاخصة لأكثر من 800 عام قبل أن ينسف تنظيم داعش ترتبط بالذاكرة التاريخية للموصل، وباتت جزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية لأهالي الموصل. أحمد الحمداني، العربية. قال ديبروسيون جابر ميكائيل زعيم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في إثيوبيا، قال في رسالة نصية لرويترز اليوم إن قوات استعادت بلدة أكسوم من قوات الجيش الإثيوبي. هذا وبدأت الحكومة الإثيوبية مطاردة لزعماء الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بعد إعلان أديس أبابا أن القوات الاتحادية سيطرت على ميغيلي عاصمة الإقليم وأن العمليات العسكرية اكتملت. ساهم إعلان الحكومة الاتحادية في تهدئة المخاوف من قتال طويل الأجل، وبينما أعلن أبي أحمد ملاحقة من وصفهم بالمجرمين، صدر أكثر من 134 قرار توقيف بحق ضباط كبار في الجيش بتهمة التآمر. جهته رد قائد جبهة تحرير تيغراي أن القتال سيستمر وأن ما حدث هو انسحاب فقط. إذن بعد ساعات من إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد انتصار الحملة العسكرية التي أطلقها ضد جبهة تحرير شعب تيغراي الحزب الحاكم في الإقليم، استهدفت صواريخ أطلقت من الإقليم شمال إثيوبيا أي العاصمة الإريترية، وأدت إلى وقوع 6 انفجارات، حيث أطلقت عدة صواريخ ليلة السبت استهدفت مطار أسمرة ومنشآت عسكرية فيها دون أن تتضح الأضرار التي سببتها، رغم أن هذه المرة الثالثة التي تتعرض فيها العاصمة للقصف من تيغراي منذ بدء الهجوم، إلا أن مقاتلي الإقليم لم يتبنوا سوى الهجوم الأول الذي وقع منذ أسبوعين. على المقلب الآخر أفاد أبي أحمد أن الشرطة أطلقت عملية أمنية لإلقاء القبض على قادة جبهة تحرير شعب تيغراي، وأكدت استكمال العمليات العسكرية هناك، بينما استمر عشرات الآلاف من سكان الإقليم استمروا بالتدفق عبر الحدود إلى السودان هربا من العمليات القتالية، وتم قطع الاتصالات بالكامل عن تيغراي ما حال دون تقييم حجم الأضرار وأعداد الضحايا حتى الآن.
ونرحب ضيفتنا من القاهرة أمان الطويلة، الخبيرة في الشؤون الأفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. أهلا بك دكتورة أماني، مرحبا بك معنا في العربية ليلى. لماذا التصعيد مع أريتريا اليوم؟ أهلا بك وبالمشاهدين. الحقيقة التصعيد منطقي، لأن إريتريا شاركت كما يقول قادة إقليم تيجراي، شاركت في القتال ضدهم مع الحكومة الإثيوبية، وتم إطلاق طائرات درون من عصب كما يعني تجيء شهادات الشهود، وبالتالي يعتبرون قادة جبهة تحرير تيجراي أن إريتريا مشاركة مع الحكومة الإثيوبية وأيضا الأمهرة، وهم جهتين مستهدفتين من جانب جبهة تحرير تيجراي. لكن إثيوبيا لطالما نفت ذلك، تقول هي فقط تستخدم الأراضي الإريترية ولا دعم عسكري من هناك. الحقيقة أن في شهادات شهود كانوا في مناطق العمليات ورجعوا إلى الحدود السودانية وأدلوا بشهادات حول هذه المسألة. أيضا ديرابسون ميكائيل اتهم الحكومة الإثيوبية والإريترية بهذا الاتهام. أيضا منطقيا إذا لم تشارك إريتريا في القتال ضد إقليم تيجراي فليس هناك داع لمهاجمتها، كان من المفترض أن يركز قادة جبهة تيجراي إزاء الحكومة المركزية، لكن هم في الحقيقة فتحوا على أنفسهم أكثر من جبهة، وبتهيأ لي أن هذا السلوك يعني أن إريتريا قد شاركت بالفعل. طيب سيدة أماني، هذا الفتح أكثر من جبهة إلى أي مدى سيعكس اليوم استهداف إريتريا المخاوف ربما من الانجرار إلى حرب إقليمية قد تهدد استقرار منطقة القرن الأفريقي ككل؟ طبعا منطقة القرن الإفريقي على المحك، ليس في إريتريا وحدها ولكن أيضا في الصومال، لأن برضو في تسريبات أن تركيا قد دعمت الحكومة الإثيوبية بقوات من الصومال، والسودان تواجه يعني وضع حرج أيضا ومأزوم بسبب وجود اللاجئين. نحن أمام هنا حتى هذه اللحظة أمام ثلاث دول متأثرة بالفعل بمجريات العملية العسكرية الموجودة في إثيوبيا ولها تداعيات، والتي لها تداعيات سلبية في غاية في السلبية على هذه الدول. طب لماذا برأيك حتى اليوم تتجاهل إثيوبيا كما يرى البعض أي دعوات أممية وأيضا دولية لوقف الحرب على تيجراي وهذه العملية العسكرية؟ الحقيقة في انقسام دولي حول الموقف في إثيوبيا. يعني احنا لاحظنا ان اجتماع مجلس الأمن الذي جرى قبل عدة أيام لم يصدر عنه بيان وكان في انقسام، وده تعبير عن ان مفيش موقف دولي واحد ضد العمليات العسكرية، ويبدو ان بعض الدول لديها تصور ان أبي أحمد قد يحسم الأمر عسكريا. يعني اتصور ان هذه الرؤية قد تكون خاطئة ولا تعلم عن ماضي يعني الدورات الثأرية بين القوميات الإثيوبية على مدى أكثر من قرن، وبالتالي أنا أتصور أن الحلول العسكرية داخل إثيوبيا سوف تجلب المزيد من الاحتقانات السياسية وتوسيع العمليات بين كل القوميات، وسوف يكون أبي أحمد ليس لديه مصداقية. إذا والمفارقة حاصل على نوبل للسلام قلب عليه قوميات. الحقيقة يبدو يعني قدمت لجنة نوبل للسلام يعني ما يساوي اعتذارا عن هذه الجائزة، وقالت أن نحن كنا ندفعه أن يكون رجل سلام ولكن يبدو أنه فشل. شكرا. هي المشكلة الحقيقة برضو في إثيوبيا أن التركيبة الذهنية لبعض القادة فيها اعتزاز بالنفس وليس فيها تقدير واقعي للأمور للأسف. شكرا جزيلا لك من القاهرة أماني الطويل، خبيرة في الشؤون الأفريقية مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. وجهت عائلة نجم كرة القدم الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا وجهت اتهاما بالقتل غير المتعمد لطبيب الأسطورة مارادونا بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الأرجنتينية.
ذكرت الصحيفة الأرجنتينية أن سبب وفاة مارادونا كان بسبب تناوله أحد العقارات المهدئة، ما أدى إلى حدوث غيبوبة دوائية. بينما صرح أحد أقارب مارادونا بأن الأخير تناول الكثير من المشروبات الكحولية خلال اليوم ذاته. كانت محكمة أرجنتينية أمرت بتفتيش منزل وعيادة طبيب النجم الراحل دييغو مارادونا للوقوف على الملابسات المحيطة بوفاة أسطورة كرة القدم. الطبيب نفى الاتهامات الموجهة إليه. حاملة الطائرات الأمريكية نيمتس من الأكبر والأقوى في العالم، ها هي أمريكا تعيدها إلى منطقة الخليج بعد تصاعد توتر مع إيران وعلى وقع انسحاب متسارع من المنطقة، وفي ظل أيضا تغير في هوية ساكن البيت الأبيض. كل ذلك بالواقع المعزز بعد الفاصل. USS نيمتس هي حاملة طائرات خارقة، هي تابعة للبحرية الأمريكية، أعادتها أمريكا إلى منطقة الخليج وسط توترات متصاعدة. تعمل بالطاقة النووية وتعد رائدة في فئتها، إذ أنها متعددة المهام ومن أكبر السفن الحربية في العالم. أقدم حاملة طائرات أمريكية بل وعالمية، يبلغ طولها 333 متراً بعرض 77 متراً ووزن أكثر من 100,000 طن. تضم 4 محركات تعمل بنظام دفع مؤلف من محطتين للطاقة النووية، في حين أنها قادرة على حمل حوالي 5,000 عنصر. دخلت نيمتس الخدمة في مايو 1975، انتشرت لأول مرة في البحر المتوسط في يوليو من عام 1976. أما في الشرق الأوسط فقد تم نشرها مرات عدة، أبرزها عام 2005 لمدة 6 أشهر لدعم الحرب على العراق، ثم في عامي 2007 و2008 لدعم التزام الولايات المتحدة بالاستقرار في المنطقة. اتخذت USS نيمتس مقائد الأسطول الأمريكي في المحيط الهادئ خلال الحرب العالمية الثانية، تشستر نيمتس الذي كان ثالث أميرال لأسطول البحرية. تطور لافت، وضعت امرأة مولودا في سنغافورة يحمل أجساما مضادة لكورونا. المرأة كانت قد أصيبت بفيروس كورونا أثناء حملها في مارس الماضي. الحادثة تقدم دليلا جديدا بشأن ما إذا كان يمكن انتقال العدوى من الحامل إلى جنينها. الرضيع ولد هذا الشهر لم يكن مصابا بكوفيد 19، بل كان يحمل أجساما مضادة لهذا الفيروس. الوالدة أكدت لإحدى الصحف أن طبيبها الخاص يشتبه بأنها نقلت الأجسام المضادة إلى الجنين خلال فترة حملها. تقول منظمة الصحة العالمية أنه لم يعرف بعد ما إذا كان يمكن للأم الحامل المصابة بكوفيد 19 أن تنقل الفيروس المسبب للمرض إلى جنينها أو طفلها الرضيع خلال الحمل أو أثناء الوضع. الحقيقة هي أننا نريد الخروج من الإغلاق الوطني، هذا مرهون بالموافقة على أن اللقاح جاهز والتوزيع بحلول الربيع، مما سيسمح بتغيير خطوة حقيقية إلى الحياة شبه الطبيعية. الشيئان اللذان نحتاجهما بين الحين والآخر هما هذا النهج المتدرج حتى نستهدف الفيروس حيث يكون أكثر خطورة. نحن نبدأ بنهج أكثر تقييداً من السابق مع النهج المحلي، لكن هذا يسمح لنا بالتخفيف عندما نكون واثقين من أن الفيروس يتراجع. ومعنا من باريس دكتور إلي حداد، اختصاصي الغدد الصماء والسكري. دكتور إلي، أهلاً بك معنا في العربية الليلة. شكراً لك. هل تمنح الأم مولودها الحياة والمناعة أيضاً من كورونا؟ هذا الخبر الذي أزعتموه هو جديد كما قلتم. ليست هناك دراسات محددة ونهائية في هل يمكن للأم الحامل أن تنقل العدوى بالفيروس كورونا
وما يسمى الانتقال العمودي بين الأم والجنين. ليست هناك أي دراسات تؤكد هذا الموضوع، إن الدراسات التي لدينا هي حول حديثي الولادة نوفوني. هناك أكثر من دراسة، ثلاث دراسات ظهرت عن هذا الموضوع وتتكلم عن إمكانية وجود مضادات حيوية في البلاسنتا المسمى بالعربية المشيمة أو في الحبل، الحبل يعني الكوردون أمبليكال. يمكن أن قد وجدت دراسة إيطالية أجريت في تموز الماضي أظهرت هناك مضادات حيوية للكورونا في الحبل أو في البلاسنتا وحتى في الحليب الأم، ولكن هذه كانت دراسة وحيدة في هذا الموضوع. الدراسات الأخرى لم تثبت أبدا وجود انتقال عدوى عمودية بين الأم وجنينها، وخصوصا أن البلاسنتا لها فوائد عدة، يعني يتم تخزينها في كثير من دول العالم واستخدامها في السنوات طبعاً المقبلة، خصوصا إذا في أي أمراض يعني في الأطفال مستقبلا. طيب هي. دكتور إلي، في موضوع آخر وأيضا يتعلق في كورونا، وليس هناك دواء لكورونا اليوم، أيضا في أخبار غريبة اليوم، كل الأدوية التي حكي عنها تبين أنها ليست فعالة وبدرجات متفاوتة. أشهر تلك الأدوية رامديسيفير الذي تصنعه شركة جيليد الأمريكية، تم تسعيره بسعر خيالي يصل إلى عدة ألاف من الدولارات. حتى الطبيب الأمريكي الشهير أنتوني فاوتشي قال حينها إن الدواء فعال، اليوم نعرف أنه ليس فعالا تماما، كما أن الدواء الآخر الذي سعره بضعة دولارات أي كلوروكوين ليس فعالا أيضا. صحيفة لوموند نشرت تحقيقا حول فضيحة شراء دول الاتحاد الأوروبي كميات من هذا الدواء بملايين الدولارات حتى بعد أن كان محسوما بأن لا تأثير جانبيا لهذا الدواء. ألمانيا اشترت 155 ألف جرعة من الدواء، وإيطاليا اشترت 147 ألفا، فرنسا وحدها لم تطلب أي جرعة. يعني دكتور إلي، بعد أن كان العلاج المعجزة وإنجاز التعبير كما كنا نسمع، اليوم توصيات بعدم فعالية هذا الدواء، كيف؟ كما تقولين صح، أوروبا اشترت فوق المليار دولار من جليد الرمديسيفير لتوزيعه في أوروبا، ليس وكلفته على المريض لخمسة أيام 2340 دولار على المريض. طبعا هي كلفة باهظة جدا في أوروبا باهظة، وكيف في الدول النامية والتي عندها إمكانيات محدودة. والأكثر أن دراسة السوليداريتي تبع الـ OMS أعلنت مؤخرا عدم فعالية هذا الدواء وحتى عدم تأثيره على نسبة الوفيات. لذلك نعتبر أن هذا الدواء يجب عدم استعماله. استعمل في فرنسا مؤخرا هذا الدواء في أكثر من المستشفيات، لأن نظرا لهذه الضجة الإعلامية التي جرت عنه، ونظرا لأن ليس هناك أدوية. الدواء الأول دكتور، يعني فقط للتفسير، يعني في السابق كان يعطى كضوء أخضر لتناول تخفيف عدد أيام الإصابة، ما الذي اختلف؟ ما الأعراض التي ظهرت؟ لا صح، الدراسة الوحيدة التي ظهرت هي في نيو إنجلاند جورنال ميديكال جورنال في أيار الماضي، أن هذا الدواء قد يخفف من فترة العلاج من 17 إلى 11 يوما، خمسة أيام فقط. هذا ما أثبتته الدراسة الأولى، ولكن الفعالية عند المريض الذي يدخل للعناية الفائقة أثبتت أنه ليس، دراسة منظمة الصحة العالمية أثبت أنه ليس مفيدا أبدا وليس له تأثير إيجابي على المريض في هذه الفترة. نحن نعطيه هنا فقط للمرضى الذين هم في العناية الفائقة والذين يمكن إنعاشهم. طيب حتى الكلوروكوين مثلا، في هل في دواء يعني قد يبقى جرعة أمل حتى هذه الساعة؟ صح، هو الدكساميتازون هو أكثر دواء يستعمل اليوم، الكورتيزون، وأثبت فعاليته. هو هذا الدواء ليس باهظا أبدا. أسبرين دكتور إلي؟ لا، أنا أتكلم عن المرضى الذين يدخلون المستشفى وفي حالات مستعصية. الأسبرين، وهناك عدة أنواع أدوية، والأدوية التي تمنع الجلطات مثلا وغيرها يمكن إعطائها، ولكن الدواء الناجع عند المرضى في العناية الفائقة طبعا الأكسجين، ولكن دكساميتازون هو الأكثر استعمالا، والمضادات الحيوية أنتيبادي مونوكلونو أنتيكار مونوكلونو تعطى في المستشفيات، وهي أيضا وأثبتت فعاليتها في هذا الموضوع. مثل الريجينرال التي أخذها رئيس ترامب يعني أثناء فترة إصابته؟
صح هذا ما قيل. لا أعرف كيف استطاع الرئيس ترامب بعجوبة أن ينجو أن يشفى خلال بضعة أيام، وقيل أنه أخذ الاندكسامتازون بضعة ساعات كما يقولون، صح، وأخذ رمدزيفير أيضا، ورمدزيفير أيضا كان في سلسلة من العلاجات. طب هل أنت متفائل دكتور إلي باللقاح المنتظر اليوم؟ لا أعرف، هذا اللقاح يقال أنه ذات فعالية كبرى، 90% أعطت دراسات عند الفايزر وعند غيرها من مودرنا وغيره من الشركات، ولكن عندنا مشكلة، أو المشكلة الأولى هي طريقة الحصول عليه وتخزينه، يجب حفظه بدرجات الحرارة متدنية جدا. ثانيا طريقة عمل هذا الفيروس، حيث يجب حقن RNA messenger بقلب الخلية حتى تستطيع أن تنشئ ما يشبه الكورونا فيروس حتى يعمل الجسم مضادات حيوية ضده. هذه أول مرة نرى لقاحات من هذه الطريقة، وهذا تجريب، أول مرة نحاول في هذه الطريقة لقاحا كهذا. شكرا لك دكتور إلي حداد، اختصاصي الغدد الصماء والسكري من باريس. أعلن جناح السعودية في إكسبو دبي عن اكتمال أعمال البناء للمشاركة في إكسبو الدولي الذي سينطلق في شهر أكتوبر 2021. يمتد الجناح السعودي على مساحة تزيد عن 130 ألف متر مربع، أي ما يعادل مساحة ملعبي كرة قدم، ليكون ثاني أكبر جناح من حيث الحجم في إكسبو 2020 دبي بعد دولة الإمارات المستضيفة لهذا الحدث. ويستعرض الجناح تجربة السعودية في المزج بين ثقافتها الغنية وتقاليدها العميقة من جهة، وطموحاتها اللامحدودة لبناء مستقبل مشرق من جهة أخرى. الساعة الإخبارية الأولى من العربية ليلى، نلقاكم بعد قليل في ساعتنا الثانية، ابقوا معنا. بعد تصفية الرأس النووي لإيران، معلومات عن اختراق عميق وبعشرة العملاء، وطهران ترد لم يخترقنا سوى جيش من الروبوتات. هذا الموضوع الرئيسي في النشرة، ولدينا أيضا في الساعة الإخبارية الثانية لهذه الليلة. عملية اغتيال فخري زادة تستهدف إيران، لكن شظاياها تصيب إدارة بايدن القادمة عبر تقليص خياراتها. ولفرنسا جورج فلويد الخاص بها، أربعة من رجال الشرطة أمام العدالة بعد ضرب رجل أسود، والشارع يغلي. بعد سنة على انطلاق جائحة القرن، الصين تريد إعادة كتابة التاريخ، كورونا لم يبدأ في ووهان.
ونبدأ ساعتنا الإخبارية الثانية من العربية الليلة لهذا اليوم بالخبر الأبرز، تداعيات مقتل فخريزادة، حيث كشفت وكالة أنباء فارس عن تفاصيل جديدة حول عملية اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخريزادة. قالت إن فخريزادة تعرض لإطلاق نار من مدفع رشاش آلي جرى التحكم به عن بعد. بيّنت الوكالة أن مكان الاغتيال لم يكن فيه عاملا بشريا، وأن الرشاش كان منصوبا على سيارة شحن صغيرة مركونة على بعد 150 مترا من سيارة فخريزادة. كما أوضحت الوكالة أن العالم أصيب برصاصتين في خاصرته وثالثة في ظهره، ما أدى إلى قطع نخاعه الشوكي. قالت أيضا إن نفس الشاحنة فجرت عن بعد. ومعنا من لندن موسى زاهد، مدير التنفيذي لمنتدى الشرق الأوسط للتنمية. مرحبا بك معنا سيد موسى في العربية ليلى. هل كشفت عملية اغتيال فخريزادة هشاشة إيران الأمنية واختراقها من قبل مخابرات أجنبية سواء إسرائيلية أمريكية كما تقول بعض المصادر، انطلاقا من التقارير التي أشرنا إليها الآن؟ Yes. So نعم، هذا تطور رئيسي، وأن التخلص من محسن فخريزادة سوف يكون صفعة قوية للبرنامج العسكري النووي بالنسبة للنظام الإيراني. يمكننا أن نقارن هذا الضرر الذي لحق بالنظام الإيراني مع النتائج التي تمخضت عن مقتل سليماني في مطلع العام الحالي، التي كانت قد أثرت على وجود حالة من الفوضى من قبل الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران في الموجودة في العراق وفي مناطق أخرى. لذا هذه العملية، عملية الاعتقال، سوف يكون لها تبعات كبيرة على البرنامج النووي الإيراني والمؤسسة الإيرانية. لكن كما ذكرتم وأنتم محقين فيما ذهبتم إليه بأن هذا يظهر ضعف النظام وهشاشته، فعملية القتل هذه كانت قد تمت داخل طهران والتي تعد العاصمة، وهذا يدفعنا للتساؤل حول كيفية قدرة هذا النظام على تأمين الأمن لبعض العناصر من ذوي المستوى الرفيع في الحرس الثوري، وهذا من المؤكد سوف يزيد من حالة الشقاق في المؤسسة الحكومية الإيرانية، وأيضا يدق ناقوس الخطر حول مسألة الدعم الذي قد يحتاجها النظام الإيراني. لم يكن بمقدوره بأن مسألة سوف تحدث ضمن حدوده بهذا الحجم. لذا سوف نرى عملية اقتتال قوية وداخلية في الأيام القليلة القادمة، ومن الواضح ومن ناحية أخرى أن هذا التطور سوف يلهم الكثير من حركات الاحتجاج لتغيير النظام في إيران، وعلى خلفية تلك الأحداث التي تعيشها إيران، وسوف تسعى حركات المعارضة للاستفادة من هذا الحدث سعيا لإحداث أي تغيير داخل إيران. صحيح، لأنه هذه المرة يعني في عمق إيران وتحت حماية شعبة الحرس الثوري، يعني أهم جهاز أمني، وحصلت هذه العملية. سنتابع معك سيد موسى بشكل مفصل أكبر الرواية الرسمية الإيرانية، ومن ثم أعود إليك. صباح الجمعة 27 من نوفمبر الجاري، سيارة مضادة للرصاص تقل العالم النووي الإيراني محسن فخريزادة وزوجته برفقة ثلاث سيارات من فريق حمايته. تتحرك السيارة المضادة للرصاص ومعها سيارات الحماية المرافقة من مدينة روستوم كلاي بمحافظة مازندران نحو مدينة أبسارد بمنطقة دماوند. السيارة الأساسية في فريق الحماية تنفصل عن الموكب قبل بضعة كيلومترات من موقع الاغتيال. فريق السيارة المنفصلة يمسح المنطقة أمنياً. دوي رصاص يدفع العالم محسن فخريزادة للخروج من السيارة على بعد 150 متراً من سيارة فخريزادة، سيارة نيسان صغيرة تحمل رشاشاً آلياً يجري التحكم به عن بعد، يطلق وابلاً من الرصاص على العالم الإيراني. رصاصتان أصابتا فخريزادة في خاصرته وأخرى في ظهره، ما أدى إلى قطع نخاعه الشوكي.
رئيس الحماية حاول تحييد فخري زادة إلا أنه فشل، وتم بعدها تفجير آخر عن بعد للسيارة المستخدمة في العملية. عملية الاغتيال استغرقت 3 دقائق، نفذت بلا أي عامل بشري، الأسلحة كانت آلية. اللافت أيضاً أن صاحب سيارة النيسان غادر إيران يوم 29 من نوفمبر، أي بعد 2 من الاغتيال. سيد موسى، مع كل هذه المعطيات، الرد الإيراني يقول لم يخترقنا سوى روبوتات، هل جاءت الرواية الإيرانية على قدر حجم عملية الاغتيال؟ بصرف النظر عما يقوم النظام الإيراني بإصداره من تصريحات، لكن نعلم بأن هذا النظام لا يتحلى بأي شفافية، وكل ما يصدره من تصريح يجب أن تؤخذ موضع الشك إلى حد كبير، لكن مع ذلك سوف يسعون بتغطية مدى الهشاشة والضعف الذي يعانون منه. لكن القضية الأكبر أن محسن فخري زادة هو من أحد القامات الكبرى التي كان يسعى النظام الإيراني لحمايته حتى من عامة الناس في إيران، وحتى الناس يتناقشون عن عمره، لا أحد يعلم ما هو عمر هذا العالم، ويبدو بأنه كان من أحد الشخصيات الحساسة ضمن المؤسسة العسكرية الإيرانية، فهو الذي كان مسؤولا عن تسليح منظومة الصواريخ البالستية وتحميلها برؤوس نووية، والبرنامج النووي الإيراني سري. لذا بعد اعتقال فخري زادة، وهذا جاء بعد مقتل سليماني في شهرنا، فهذا يدفع إلى حالة من الإرباك في إيران، ويشكل الأمر ضربة قوية. وإيران قد تتبجح بالقول بأنها سوف تقوم بالانتقام لمقتل فخري زادة، لكن كما قلت صفعة قوية وتظهر بأن النظام بات عاجزا ليشرح للبسيج أو للمتشددين ما الذي حدث. وعندما ننظر إلى الصحافة الإيرانية نرى بأن هناك عملية اقتتال وانشقاق كبيرة، فمحسن فخري الذي تم اغتياله كان مسؤولا عن البرنامج النووي، وهو الذي دفع بالاتفاق النووي ليكون حديث الساعة منذ العام 2015، وهذا يظهر هشاشة النظام الأمني في إيران. أنا أشكرك جزيل الشكر من لندن، موسى زاهد المدير التنفيذي لمنتدى الشرق الأوسط للتنمية، شكرا لك. ونعود معكم إلى تاريخ الاغتيالات في إيران. اغتيال عالم الذرة الإيراني محسن فخري زادة الذي تعرض لاغتيال قرب طهران لم يكن الأول من نوعه. إذن السنوات الأخيرة شهدت مقتل عدد كبير من العلماء الإيرانيين، نستعرض 5 منهم. مسعود علي محمدي قتل في 12 من يناير من عام 2010 بتفجير قنبلة عن بعد في طهران. مجيد شهرياري لقي مصرعه في انفجار سيارة مفخخة في طهران في 29 من نوفمبر 2010. داريوش رضائي الذي رمي بالرصاص فلقي حتفه على الفور في شرقي العاصمة الإيرانية في 23 من يوليو 2011.
وأيضا قتل المهندس الكيميائي الإيراني أحمد روشنفي انفجار قنبلة ألصقها بسيارته شخص كان يستقل دراجة نارية في يناير 2012. حسن مقدم اختيل في تفجير استهدف مكان عمله في عام 2013. إذن العملية التي قتل فيها محسن فخري زادة إسرائيلية على الأرجح وهدفها إيراني، لكن هي تصيب بشكل أساسي إدارة الرئيس الأمريكي المقبل. صحيفة نيويورك تايمز نشرت مقالا اعتبر فيه أن قتل العالم النووي الإيراني يحد من خيارات بايدن الدبلوماسية مع إيران، متسائلا ما إذا كان ذلك بالتحديد هدف هذه العملية. فمن الجانب الإيراني هناك توصية سامية من المرشد الأعلى بألا تكون هناك أي مواجهات تؤدي إلى انزلاق نحو الحرب في نهاية ولاية ترامب. من جانب آخر هناك تباعد بالرد والانتقام، كل ذلك يتحول إلى كرة نار ترمى بين أيدي الرئيس المنتخب جو بايدن الذي بات صعبا عليه أن يحقق اختراقا دبلوماسيا مع الإيرانيين، فهي تركة سياسية حقيقية لولاية ترامب وسياسة الضغط القصوى. رأس إيران النووي أطيح، لكن تداعيات اغتيال العالم النووي محسن فخري زادة تبعث على مزيد من القلق والتوتر والتساؤل أيضا. توتر يمتد إلى واشنطن، حيث إدارة الرئيس الجديد جو بايدن في حال مضيه قدما لاستئناف الحوار مع إيران. على طاولة بايدن ملف البرنامج النووي الإيراني وترجيحات غير مؤكدة للرئيس المنتخب بإعادة الحوار حوله إذا عادت طهران إلى الامتثال لالتزاماتها النووية. صحيفة نيويورك تايمز تحدثت في تقرير لها حول احتمالية تأثير الاغتيال على خطوات بايدن تجاه إيران، لا سيما في ظل التصعيد السياسي والنووي الذي تقوده طهران. ففي ربع الساعة الأخير من عمر ولاية الرئيس ترامب تتصاعد لهجة التهديد والوعيد بين واشنطن وطهران، فالأخيرة تتوعد بالرد وترامب يلوح بضربة قاسية إذا مست مصالح بلاده. مسؤول أمريكي أكد أن إدارة ترامب ستواصل نهجها الذي اعتمدته منذ 4 سنوات آملا أن يجبر ذلك الإيرانيين على التصرف كدولة طبيعية. تصعيد يرى فيه متابعون أنه قد يورث بايدن ملفا أكثر تعقيدا يصعب معه أي سلوك دبلوماسي مع طهران، غير أن محللين يرون بأنه سيوفر أوراق ضغط بيد إدارة بايدن في أي مفاوضات محتملة مع طهران. في المشهد ثمة ما ينذر بتوترات عسكرية، قاذفة القنابل الاستراتيجية B-52 في المنطقة تلتها حاملة الطائرات نيمتس، وأكثر من 40,000 جندي أمريكي في المنطقة أيضا في حالة تأهب عالي نسبيا وفق ما نقلته نيويورك تايمز عن مسؤولين عسكريين، رغم تأكيد البنتاغون أن إرسال حاملة الطائرات غير مرتبط بالتوتر مع إيران. ونرحب بضيفتنا من واشنطن ندى بيلورتشي الباحثة في جامعة راتجرز. مرحبا بك معنا سيدة ندى في العربية الليلة. هل يهدف اغتيال العالم الإيراني إلى تقويض الاتفاق النووي وبالتالي تعقيد مهمة بايدن المرتقبة؟ شكرا على استضافتي. بكل تأكيد إذا ما كان هناك أي عملية ثأر من قبل الجمهورية الإسلامية على مقتل سليماني فمن المنطقي بأن هذا الانتقام لن يكون مباشرة وينطبق الحال على مقتل محسن فخري زادة، لكنه سوف يعرقل أي محاولة دبلوماسية سوف يحاول فريق بايدن أن يطرحها بعد أن يتولى الحكم. ويمكننا أن نرى أن إدارة بايدن عليها أن تنتقل بعد ذلك للعودة لخطة العمل الشامل المشتركة والبدء بالمفاوضات النووية مع إيران، وهذا الأمر قد يكون قد أنهاها كليا. طب هل برأيك سيعطي هذا عملية الاغتيال هذه إيران موقفا أقوى لتضغط أكثر في الملف النووي مع حكومة بايدن إذا ما حصلت أي مفاوضات؟
نعم بكل تأكيد سوف تخلف ضغوطا على إدارة بايدن وكانت إيران قد طلبت تعويضات مالية سلفا عن الأموال المفقودة على مر السنوات الأربعة في حكم ترامب وكانت قد قدمت مطالبات من منظمات دولية حول مقتل سليماني والسيد فخري زادة الأمر مختلف فهو ليس بشخصية عسكرية بل هو شخصية مدنية لا يعمل في أي مع أي مؤسسة عسكرية أو مع أي جهاز عسكري بل كان يعمل مع البرنامج النووي وهو مختلف كليا ولكن الوكالات الاستخباراتية الأمريكية كلها قد ذكرت بأن الحكومة الإيرانية كانت لا تعمل على بأن السيد فخري زادة لا يعمل على برنامج التسليح لذا قد يكون من الصعب العودة للدبلوماسية والإيرانيون كانوا قد اتجهوا سلفا للصين من أجل الحصول على المساعدة لتكملة الدور الذي لعبه زادة في هذا الخصوص لكن سيدة ندى ألا تعتقدين بأن هناك مبالغة اليوم في التوقعات الإيرانية والعالمية على حد سواء يعني هناك من يقول بأنه جو بايدن يعني مع كل ذلك هو لن يعطي للإيرانيين تشكا على بياض هكذا ما رأيك؟ من الواضح بأن هناك اختلاف بين الشك الذي يمنح على بياض وبين مسألة تسهيل العودة للأعراف المعمول بها جون لينن كان قد أكد أن هذا الأمر يعد غير قانوني لذا فإن المهمة المنوطة بإدارة بايدن سوف تكون صعبة لكنها غير مستحيلة والكل سوف يراقب كيفية عمل بايدن في وكيفية تعاطيه في ملفات مختلفة ولا سيما بأنهم الكل كان ينظر إليه بأنه العمجو الذي يحمل في جعبته الكثير من الهدايا في الصعوبة التي قد يواجهها من خلال تحقيق توازن بين السعودية ودول أخرى أقليمية مع إيران قد تكون هي الفكرة الأساسية التي ترمي إلى ضمان الأمن في المنطقة من أجل النظر إلى الصورة الكبرى والصورة الكبرى هي المنافسة التي تجري الآن مع الصين وتذكروا أن هناك مجموعة من الدول في الشرق الأوسط كانت قد قررت أن تمضي قدما مع الصين في تكنولوجياتها المتقدمة وإيران وبسبب إدارة ترامب وسياستها مع الصين فكأنه يتوجب على إدارة بايدن أن تفعل الكثير وهذا سوف يخفض مدى السلطة والقوة التي تمتلكها إدارة بايدن ليس فقط إزاء الشرق الأوسط بل بصفتها القوة العظمى وأنها قد تركز على إيران وعلى الشرق الأوسط على المدى القصير لكن هناك مخاوف على المدى الطويل وهذا قد يكون عودة لما قد فعله وما كان يسعى أوباما لفعله عام 2015 لذا فإن إدارة ترامب كانت قد أخذت خطوات كثيرة إلى الوراء وعقدت المشهد من خلال القول بكل بساطة أنتم إما معنا أو ضدنا وهناك دول يتم تصفيتها وكانوا أناس كثر قد أطلقوا على تلك الفترة بأنها فترة العهد البارد فترة الحرب الباردة التي صعبت المهام لذا جو بايدن لن يمنح شكا على بياض لكن نظرا لسياسته الخارجية وخلفيته وعلى ضوء ما يحدث في المنطقة فإن تأثيره قد يقوض بسبب ما خلفه ترامب وإسرائيل والحلفاء مثل السعودية وأذربيجان شكرا لك على كل هذه الإيضاحات من واشنطن ندى بلورتشي الباحثة في جامعة روتجرز والعربية ليلة مستمرة معكم وفيها بعد قليل في وثائقي خاص العربية تكشف معلومات جديدة عن اختطاف طائرة الجبرية أواخر الثمانينيات الرحلة 422 فيلم وثائقي من إنتاج شبكة العربية وثق اللحظات الصعبة التي عاشها رهائن طائرة الجبرية الكويتية عام 1988 والتي وقف خلفها عناصر من حزب الله رحلة الاختطاف استمرت 16 يوما وشهدت عليها 3 قارات في واحدة من أطول حوادث اختطاف طائرة مدنية في التاريخ طرنا من بانكوك
رحلة طبيعية. بعد تقريبا 5 ساعات بعد ما طلعت الشمس، طبعا احنا باتجاه الشرق الغرب تكون الشمس خلفنا تقريبا، موقعنا بالضبط كان بعد تقريبا خروجنا من الأجواء الهندية لندخل الأجواء العمانية. كانت على الشاشة مال التلفزيون الطائرة تبين بالضبط وين موقعنا. فجأة دخلوا علينا 2، لأن كانت الأبواب ذاك الوقت ذاك كانت الأبواب عادية خفيفة. دخلوا 2، واحد معاه بيده قنبلة يدوية والآخر معاه مسدس. قال كلمة بسيطة، قال تعرفون إذا انفجرت القنبلة على ارتفاع 35,000 قدم شنو يصير بغرفة القيادة؟ احنا خاطفين الطيارة، نبيكم تتجهون إلى الشرق إلى الشمس إلى مشهد. ونرحب بضيفنا دكتور فهد شليمي رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام. دكتور فهد مرحبا بك معنا في العربية الليلة. العودة اليوم إلى هذه الحادثة المليئة ببدايات التدخل الإيراني، كيف يمكن أن نقرأها في هذا الزمن وبعد 30 عاما؟ دكتور فهد بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء أنا أشكر على القائمين اللي عملوا الفيلم الوثائقي، كانت خطوة رائعة بصراحة إن المشاهد العربي يستمع إلى حوادث مر عليها فترة طويلة. بالنسبة للتدخل الإيراني، الفترة اللي تم فيها خطف طائرة الجابرية السنوات اللي قبلها كان هناك خطف لطائرة اسمها كاظمة، وتم اختطافها ونزلت في إيران ورجعوا الطيارة لنا يعني في حالة سيئة. أيضا كان هناك اعتداء على ناقلات النفط، كان هناك تهديد بسبب الحقيقة موقف الكويت ورفضها لتصدير الثورة الإيرانية لمنطقة الخليج العربي وللكويت. أيضا لإلقاء القبض على من قاموا بعمليات إرهابية سابقة، فكان خطف الطائرات هو أحد الأساليب اللي مارسها حقيقة حزب الله أو نظام الملالي في إيران، يعني نقدر نقول فيلق القدس حاليا. فكان هذا هو الأسلوب المتبع بصراحة للضغط على الكويت للإفراج عن السجناء اللي كانوا موجودين. الكويت رفضت هذا الموضوع ولم توافق على التعامل مع الإرهاب. في قضية أيضا أخرى دكتور فهد شغلت الشارع الكويتي، الرحلة إذن 422 تطرق أيضا لقضية شغلت الشارع الكويتي لسنوات طويلة، هي مصير خاطفي الطائرة الجبرية الذين قتلوا 2 من أبناء الكويت. كيف خرج الخاطفون من الطائرة؟ ما كان مصيرهم؟ يجب يجيب الآن ضابط المخابرات الجزائري وأحد مسؤولي فريق التفاوض مع الخاطفين. نستمع لما قالهم ثم أعود إليك دكتور. بعد إطلاق سراحهم وإطلاق سراح المختطفين، طبعا لا نعلم أين ذهبوا، لكن معلوماتنا الأولية تقول ذهبوا إلى بيروت، وإلى بيروت أين ما نعلم. ناس كانوا خاطفين طيق منهم، كانوا ضيوف عندنا، معليش أقول يبدو حوالي تقريب شعر حتى غضوا كلهم، حتى لباس لبسناهم لباس جزائري وزودناهم جواز سفر جزائرية، وخلينا كل تقريب أسبوع نسافرهم كل على دمشق، كل أسبوع يسافر واحد منهم بجواز سفر طالب ومرفوق بمن يحميه 2، حتى وصلناهم كلهم إلى لبنان والتقت بعائلاتهم في دمشق. وأنا أقول لك أن حتى الإخوان السوريين ما يعرفوش أن هذول من الخاطفين، كي يدخلوا سوريا على أساس طلبة جزائريين راح يدرسوا في لبنان. ونضيف إلى ذلك دكتور أنه في أحد ركاب طائرة الجابرية يقول بأنه كان في شخص في مقدمة الطائرة هو يشرف على الخاطفين وسألوا عن اسمه لاحقا، تبين أنه عماد مغنية. هل اليوم دكتور فهد في تساؤلات أخرى تدور في ذهن الكويتيين حتى اليوم حول تفاصيل طائرة الجابرية؟ والله طائرة الجابرية ذكرى أليمة للأمانة، والحقيقة هي ذكرى في وقتها حسينا بالعجز. كان الخوف أن تتجه الطائرة إلى بيروت، ولو سائلين الكابتن عيد أنا أعرفه
مساعد الكابتن اللي تحدثت مع الكابتن عيد العازمي وعيد قبيل صديق يعني وكنت أمرهم، كانوا مطالبين منهم يتجهون إلى بيروت، وأعتقد بيروت إما سكروا المطار أو صارت صعوبة، فهم نزلوا في مطار لارنكا لفيول زيرو حسب كلام لي. الذكرى الأليمة أن تم قتل أرواح بريئة من إرهابيين، وللأسف يعني بعد 30 سنة تفاجأنا أن هذا هو موقف دولة الجزائر، أنها ساعدت الحقيقة في هروب الإرهابيين من العقاب. هل هناك صفقة؟ هل وافق الكويتيون على استعادة الحقيقة مواطنيهم مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك 2 شهداء؟ رمي الشهداء في مطار لارنكا كان موقف مؤلم، كان موقف حزين. هذه كلها تجعلنا الحقيقة نطالب بمن خطط لها، كيف دخلت الأسلحة، ونعرف تماما أن هناك جماعات في إيران وحزب الله هي من الحقيقة قتلت مواطنين كويتيين بدم بارد. وأنا الحقيقة يعني أتساءل كيف إحنا نتعامل مع هذا الحزب، أو البعض يتعاطف مع هذا الحزب وهو متورط في دماء الأبرياء الكويتيين، خطف الطائرة. وكان الخوف، أنا عايشت المرحلة هذه، كنت وقتها ضابط في الجيش، كان الخوف أن الحقيقة يتم الضغط على الحكومة الكويتية بواسطة الإناث، يحاولون الحقيقة أن يعملوا سوء على البنات أو الإناث اللي موجودين. وكان هناك أيضا 2 من أفراد الأسرة الحاكمة، فكان الوضع الحقيقة محزن ومربك. وأنا تفاجأت الآن بالموقف الجزائري، أول مرة أنا أعرف المعلومة هذه، أن الجزائر أمنت لهم وجلسوا شهر وبعثوهم وأعطوهم جوازات جزائرية. فأنا أعتقد هذا موقف يعني لا يجوز هذاك الوقت أن يتم أن جمهورية الجزائر أخذته، وهو موقف الحقيقة ضد دماء الشهداء الذين قتلوا بدم بارد في مطار لارنكا. للأسف يعني اللي حصل في طائرة الجابرية قد يكون طور نظام الأمن في الخطوط الجوية الكويتية وفي نظام الأمن والسلامة، لكن لا ننسى أن قبلها كانت في طائرة، ولا ننسى الحقيقة أننا عشنا أيام صعبة جدا نحن وعائلاتهم وكل الكويتيين، وأن لا ننسى أنه تم قتل بدم بارد مواطنين كويتيين. نعم. الحقيقة منهم واحد أعتقد أنه اشتبك مع الخاطفين، كان الخالدي، كان الحقيقة غير راضي عن الوضع، فتم الحقيقة أتوا به إلى مقدمة الطائرة وأطلقوا النار على رأسه. المعلومات اللي الآن الكل يتساءل عنها بعد فيلمكم الوثائقي، كيف دخلت الأسلحة، كيف سمح، يعني تفاجأنا أن الجزائر كانت متعاونة في جعل الإرهابيين يفرون من العقاب، هذا شيء محزن. طيب دكتور، وعلى ما يبدو بأنه ذكرى الطائرة المختطفة ما زال حاضر في ذاكرة الكويتين حتى بعد 30 عاما، أنا أشكرك جزيل الشكر على الإيضاحات، وشكرا لك الدكتور فهد شليمي رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام. قال دبرسون جبر ميكائيل زعيم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في إثيوبيا، قال في رسالة نصية لرويترز إن قواته استعادت بلدة أكسوم من قوات الجيش الإثيوبي. هذا وبدأت الحكومة الإثيوبية مطاردة لزعماء الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بعد إعلان أديس أبابا أن القوات الاتحادية سيطرت على ميغيلي عاصمة الإقليم، وأن العمليات العسكرية اكتملت. وساهم إعلان الحكومة الاتحادية في تهدئة المخاوف من قتال طويل الأجل، وبينما أعلن بأحمد ملاحقة من وصفهم بالمجرمين. صدر أكثر من 134 قرارا بتوقيف بحق ضباط كبار في الجيش بتهمة التآمر. جهته رد قائد جبهة تحرير تيغراي أن القتال سيستمر وأن ما حدث هو انسحاب فقط. بعد ساعات من إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد انتصار الحملة العسكرية التي أطلقها ضد جبهة تحرير شعب تيغراي الحزب الحاكم في الإقليم،
استهدفت صواريخ أطلقت من الإقليم استهدفت شمال إثيوبيا أي العاصمة الإريترية وأدت إلى وقوع 6 انفجارات، حيث أطلقت عدة صواريخ ليلة السبت استهدفت مطار أسمرة ومنشآت عسكرية فيها دون أن تتضح الأضرار التي سببتها، رغم أن هذه المرة الثالثة التي تتعرض فيها العاصمة للقصف من تيغراي منذ بدء الهجوم، إلا أن مقاتلي الإقليم لم يتبنوا سوى الهجوم الأول الذي وقع منذ أسبوعين. على المقلب الآخر أفاد أبي أحمد أن الشرطة أطلقت عملية أمنية لإلقاء القبض على قادة جبهة تحرير شعب تيغراي وأكد استكمال العمليات العسكرية، بينما استمر عشرات الآلاف من سكان الإقليم بالتدفق عبر الحدود إلى السودان وذلك هربا من العمليات القتالية، وقطعت الاتصالات بالكامل عن تيغراي حال دون تقييم حجم الأضرار وأعداد الضحايا حتى الآن. يواجه اللاجئون الإثيوبيون في مخيم إمراكوبا شرق السودان أوضاعا إنسانية صعبة، خصوصا في ظل ارتفاع أعداد اللاجئين إلى المخيم وشح المساعدات الإنسانية. شيء من الملهات، يبتسمون للكاميرا، تتسع الرؤية ومعها تتسع المأساة. عشرات الآلاف من الإثيوبيين في مخيم إمراكوبا شرق السودان ضحايا النزاع الدائر في إقليم تيغراي، حاملون ومحمولون، هنا من يواسي من، لا يعلمن أي مصير ينتظرهن. ظروف معيشية قاسية ومؤلمة يواجهها هؤلاء. والله ما لقينا حاجة، والله نشرف سرير تعبانين، والله بعدين احنا ولا بطينيا ولا سكوادرا ولا أي حاجة، والله ما عندنا. بس طوابير اللاجئين لا تنتهي، الأعداد في ازدياد والموارد شحيحة، المساعدات لا تكفي في مخيم يتوقع مسؤولوه أن يستقبل موجات أخرى وأكبر من اللاجئين. الموجود أن نحن نعمل مناشدة لكل المنظمات العالمية والدول والمانحين بدعم المعسكر، لأنه كل ما زادت الأعداد، متوقعين أعداد أكثر من 20,000 في هذا المعسكر، كل ما زادت التعديات من مياه وغذاء. مخيم إمراكوبا عنوان اللجوء الإثيوبي الذي يتكرر للمرة الثانية، ففي ثمانينيات القرن الماضي لجأ الإثيوبيون إلى هذا المخيم هربا من مجاعة ضربت بلادهم وأودت بحياة أكثر من 1,000,000 شخص. أما اليوم يعاد المشهد ذاته، لكن على وقع عمليات عسكرية عنيفة في إقليم تيغراي. مثل 4 عناصر شرطة فرنسيين أمام القاضي بعد اعتقالهم لظهورهم في تسجيل مصور وهم يضربون منتجا موسيقيا أسود البشرة في باريس. النيابة تواصل تحقيق بشأن العناصر الذين تم فصلهم من الخدمة وتوقيفهم لدى المفتشية العامة للشرطة بتهم ارتكاب أعمال عنف بدافع عنصري والإدلاء بشهادات كاذبة. ونرحب بضيفتنا الصحفية من باريس هدى إبراهيم. أهلا بك سيدة هدى معنا في العربية الليلة. هل يمكن القول بالنظر إلى التطورات الأخيرة في فرنسا، هل نحن أمام قضية جورج فلويد فرنسية؟ يعني يمكن المقارنة، الفرق أن الرجل المعتدى عليه رغم تعرضه لكل هذا العنف الذي رآه الجميع لازال على قيد الحياة، لكن نعم هناك مشكلة في فرنسا على صعيد العنف الذي تمارسه الشرطة بحق المواطنين، وهذه الحوادث تكررت وتتكرر، والقانون الذي فرنسا بصدد أخذه اليوم والذي وافق عليه البرلمان الفرنسي وبانتظار أن يوافق عليه مجلس الشيوخ هو محط ومثار جدل طويل، وهو ما أخرج مئات وألاف الفرنسيين السبت الماضي أي أمس إلى الشارع للتظاهر. كان هناك أكثر من 200,000 فرنسي. هل هذا السبب الرئيسي الذي أخرجهم سيدة هدى؟ يعني عشرات الألاف ومئات الألاف شهدان، وذكرونا أيضا بتظاهرات سترات الصفر، يعني رغم إغلاقات كورونا خرجوا إلى الشارع، هل خرجوا بسبب ميشيل أم بسبب قانون الأمن الشامل؟
لا، لنقل أن قضية ميشيل هي النقطة التي أطفحت الكيل. الحكومة الفرنسية اليوم والرئيس ماكرون متهمون من قبل الشارع الفرنسي ومن قبل المتظاهرين بأنهم يستغلون أزمة كورونا، أزمة الحظر هذه والمواطن الذي لا يستطيع أن يخرج إلى الشارع لاتخاذ مثل هذه القرارات التي تقلل من الحريات في فرنسا. لذلك هناك نقمة كبيرة على السلطات في فرنسا، وهذه القرارات فعلا منذ أكتوبر ولغاية اليوم هي بصدد أن تتخذ، وليس هناك فقط القانون من أجل الأمن الشامل الذي هو محط جدل منذ أسابيع، ولكن هناك قوانين أخرى، مثلا القانون المتعلق بالأبحاث في فرنسا والذي منع على طلاب الجامعات وأساتذة الجامعات التظاهر داخل الحرم الجامعي، وفرض على الباحثين في فرنسا شروطا لم تكن واردة من قبل. كل هذا يجعل المواطن الفرنسي يحس بأن هناك حريات أساسية بصدد أن يفقدها، وكان عليه أن يتحرك. دعيني أقول لك أن التظاهرات هذه التي شاهدناها أكبر بكثير من تظاهرات الستر الصفراء قبل أشهر، وهي تظاهرات ستتكرر في الأيام والأسابيع المقبلة، أي قبل أن يصل هذا القانون إلى مجلس الشيوخ. فرنسا كانت مثالا للحريات في العالم، وإذا كانت فرنسا اليوم تقلل أو تسعى للحد من الحريات الأساسية، ما الذي تتركه فرنسا لبلدان مثل أفريقيا وبلدان فيها ديكتاتوريات؟ لذلك فإن رد الشارع أيضا قوي على هذا التراجع، والذي كان محط إدانة من قبل الأمم المتحدة. شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات من باريس، صحفية هدى إبراهيم. يعتبر خزان سونار من أقدم السدود السودانية التي تم إنشاؤها في عشرينيات القرن الماضي بغرض ري المشاريع الزراعية. وهناك بحيرة الخزان تسع حوالي 390 مليون متر مكعب من المياه وبامتداد 5 كيلومترات. تفاصيل في التقرير التالي. خزان سنار اسم يحفظه السودانيون عن ظهر قلب جيلا بعد جيل، إذ ظل لما يقارب القرن من الزمان يضخ مياهه من نهر النيل الأزرق إلى ملايين الأفدنة في أكبر المشروعات في القارة الإفريقية، مشروع الجزيرة. لكن ارتباط خزان سنار بسد الروسيرس الواقع في مرمى سد النهضة سيجعل من الحتمي إحداث تغييرات في آلية التشغيل. لازم أنت تعرف التغيرات على أساس أنك تقدر بعد ذلك تضع الخطط الاستراتيجية لمعرفة كمية المياه الواردة حسب حتى يتم تشغيل الخزان بالصورة المثلى. الروسيرس وسنار سدان على نهر النيل الأزرق يشكلان العمود الفقري لمشاريع الري الانسيابي القائمة، بل والمنطلق لأي تفكير مستقبلي في التوسع عبر الرقعة الزراعية المحيطة بهما، بالإضافة إلى توليد الطاقة الكهربائية النظيفة. دي مشاريع دار إنشائها، لما نعرف تد النهضة حيشتغل السنة الجاية والبعدة والبعدها، وخط التشغيل بتاعه ومنحنى بسميه منحنى بتاع التشغيل بتاعه الدائم لفترة بتاعت 4-5 سنين، بقدر أخطط مصادر مياه تحتها واستفيد منها. أي معلومات في هذا الصدد تمكننا من مراجعة البرنامج التشغيلي الحالي لكل سدود سودانية، وهي ممكنة وسهلة، فقط غياب المعلومات يجعلها صعب. عروة يقول المختصون إن كمية المياه التي تحتاجها لا تقبل المساومة أو النقص لاعتماد الأراضي المزروعة بشكل كامل عليها، عكس العروة الصيفية والتي قد تستفيد من معدلات موسم الأمطار. سعد الدين حسن، العربية، خزان سنار. والعربية الليلة مستمرة وفيها
بعد سنة على انطلاق جائحة القرن، الصين تريد إعادة كتابة التاريخ. كورونا لم يبدأ في ووهان. السلطات الصينية حملة إعلامية ودعائية ضخمة هدفها تغيير التاريخ، نعم تاريخ انطلاق فيروس كورونا. فبحسب صحيفة The Guardian، بحسب هذه الصحيفة، الحملة الصينية هدفها بسيط: التأكيد بأن فيروس كورونا الذي رصد للمرة الأولى في الصين هو لم ينشأ في الصين بل اكتشف فقط للمرة الأولى في الصين. علماء صينيون أعدوا دراسة ضخمة وطلبوا نشرها في مجلة The Lancet العلمية الشهيرة. تؤكد هذه الدراسة بأن فيروس كورونا لم ينشأ في ووهان بل في جنوب آسيا، يعني في الهند أو في محيطها. المجلة العريقة لم توافق بعد على نشر هذه الدراسة لأن نشر الدراسة يعطيها مشروعية علمية وتاريخية. هناك أيضا مؤشرات من الفيروس رصد في إيطاليا في خريف 2019 وقبل ذلك ربما على مغلفات أطعمة مجمدة، لكن بالنسبة لمنظمة الصحة العالمية القول بأن الفيروس نشأ في مكان غير الصين هو تكهنات. لكن في كل الأحوال مسعى الصين إلى تغيير هذه القصة الرائجة، سببه من دون شك الضرر الهائل الذي أصاب صورة الصين بسبب فيروس أوقف العالم عن الدوران. ونرحب ضيفتنا من القاهرة دكتورة نادية حلمي، أستاذة العلوم السياسية في جامعة بني سويف والمتخصصة في الشؤون الصينية. دكتورة نادية مرحبا بك معنا في العربية الليلة. هل تستطيع الصين فعلا تحوير منشأ الفيروس وبأنه قد لا يكون في الصين أصلا؟ يعني بالطبع يعني أتفق معك في تلك النقطة بأن هناك محاولات صينية دعائية عالمية لتحويل منشأ الفيروس، وهو ما أعلنه تحديدا بالأمس رئيس معهد شنغهاي يعني للعلوم البيولوجية الدكتور شي ليبينغ، عندما أعلن أن مصدر الفيروس يعني وإن تم اكتشافه في أوهان إلا أن مصدره جاء من الهند تحديدا. فبالتالي فإن هناك محاولات من قبل الجانب الصيني لصرف أنظار العالم من أن منشأ فيروس كورونا يعني كان من الصين، وعلى الجانب الآخر فإن هناك محاولات تتبناها وزارة الخارجية الصينية ولاتباع استراتيجية دولية صينية جديدة تعرف بلانجانشي بمعنى استراتيجية الذئب المحارب، وهي محاولة يعني تأهيل أقصى عدد من الدبلوماسيين الصينيين وعلى رأسهم المتحدثان الرسميين باسم الخارجية الصينية السيد شاو لي جيان والسيد جين تشوان، لمحاولة يعني عمل يعني لتنظيم مجموعات من الدبلوماسيين الصينيين للرد على العالم وتساؤلات العالم يعني عبر منصة التواصل الاجتماعي الدولي تويتر، لمحاولة صرف أنظار العالم بأن منشأ فيروس كورونا كان هو الصين. فهناك محاولات صينية أولا للهروب من يعني الدعاوي القضائية الدولية التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية، نعم. والتي قادتها تحديدا أول ولايتين من قبل الولايات المتحدة الأمريكية هما ولايتي يعني ميسوري وولاية ميسيسيبي، ومحاولة عدد من القضاء رفع قضايا أمام المحكمة الفيدرالية الأمريكية، ومحاولة يعني حث الولايات المتحدة الأمريكية حلفائها عبر العالم بأن يحذوا حذو الولايات المتحدة الأمريكية لمقاضاة الصين عن نشأة فيروس كورونا. دكتور نادي، يعني حقيقة وضعتينا في صورة ما يتم تداوله وما يتم تحضيره في الصين، لكن الصين تقول بأن المهم التمييز بين المكان الذي تم فيه اكتشاف الفيروس وبين المكان الذي نشأ فيه أصلا. هل حجج الصين مقنعة هذه المرة؟
يعني أنا أعتقد أن الصين بدأت تلعب على استراتيجيتين، الاستراتيجية الأولى هي استراتيجية دولية، والاستراتيجية الثانية هي استراتيجية يعني داخلية. الاستراتيجية يعني الداخلية بدأت بمحاولة استقطاب أكبر عدد ممكن من الشركات الأجنبية الأمريكية والأوروبية، خاصة تلك العاملة في قطاع التكنولوجيا، ومحاولة تخفيض مخاطر الاستثمار الأجنبي من 40 نقطة إلى 33 نقطة. ويعني المستثمرين الأجانب يعتبرون أن تلك قفزة كبرى يعني في بكين لتشجيع الاستثمارات الأجنبية، ومحاولة يعني استضافة الصين في 3 نوفمبر الماضي معرض الصين الدولي الثالث للاستيراد في شنغهاي، وخطاب الرئيس الصيني شي جين بين لتشجيع الانفتاح على العالم، ويعني محاولة التركيز على المصير المشترك للبشرية والانفتاح الصيني الشامل على العالم. فتلك يعني كانت دعاية سياسية أو اقتصادية صينية في الداخل لمحاولة يعني تشجيع المستثمرين الأمريكان والأجانب على طرق أبواب الصين وعلى توسيع نطاق استثماراتهم في الصين. وعلى الجانب الدولي فإن الحرب الدعائية الصينية لأول مرة يعني ركزت على دور ما يعرف بجين نانتوان، وهو ما يعرف بدور مراكز الفكر الصينية العالمية، تحديدا منذ عدة دقائق من الآن تحديدا يعني وصلني يعني استطلاع رأي تقوم به إحدى مراكز الفكر الصينية بشأن كيف ينظر الشباب العربي إلى الصين في النطاق العمري من 19 إلى 35 عاما، وكيف يمكن تحسين صورة الصين عالميا. فلأول مرة تشارك مراكز يعني الفكر الصينية في عمل استطلاعات رأي في هذا الإطار، وذلك يمكن يعني وفق تصوري الشخصي وفقا على استطلاعات الرأي الغربية، وتحديدا استطلاعات رأي مراكز جالوب وبيو الأمريكية التي أكدت أن أكثر من ثلثي الأمريكان نظرتهم سلبية إلى الجانب الصيني، فضلا عن عمل استطلاعات رأي أيضا شملت عدد من دول جنوب شرق أسيا التي أكدت أن 56% من مواطني جنوب شرق أسيا المجاورين لي يعني لبكين يعني نظرتهم سلبية لبكين، وهو ما دفع الصين لعمل استراتيجية أخرى تركز على مجال الشراكات الاستراتيجية والاستثمارات بدلا من القروض والديون، وهو ما توافق منذ عدة أيام مع اتفاقية الشراكة دكتورة نادية يعني الشاملة عبر الحديث عن الاستثمارات. يعني الصين من أقوى اقتصادات العالم ومبتكرة الصناعات، يعني هل سيصعب عليها تأليف قصة رغم كل ما يصفه البعض من قوة للصين؟ يعني أنا أعتقد أن الفترة المقبلة سوف تشهد تنافس، ويمكن يعني دعيني يعني أذكر العالم بكتاب كان يعني أو تم صدوره منذ عدة أشهر للباحثان جان فرانسوا ولورنت ألكسندر، وهو بعنوان هل يقتل الذكاء الاصطناعي الديمقراطية. فكرة هذا الكتاب في محلها للغاية، وأنا أتمنى أن يتم ترجمته للغة العربية. تقول أن الصين تقود الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا الرقمية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وهو ما يقسم البنى التحتية العالمية إلى قسمين. ولكن دكتورة نادية انتهى الوقت للأسف للحديث، دائما تتم معك وفي نشرة لاحقة. شكرا جزيلا لك دكتورة نادية حلمي أستاذ العلوم السياسية في جامعة بني سويف. إلى هنا تنتهي العربية الليلة، هذه تحية لكم وإلى اللقاء.